من تونس. نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. لجنة التشريع العام تصدق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، ومجلس نواب الشعب يعقد غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح. وزارة التجارة تحدد سعر بيع البطاطا للعموم ب 1900 مليم للكيلوغرام الواحد. الكيان الصهيوني واصل تصعيد عملياته العسكرية في لبنان، وواشنطن وباريس وعدد من حلفائهما يقترحون وقفا فوريا لإطلاق النار لثلاثة أسابيع. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس على مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، وأوصت الجلسة العامة للبرلمان بالمصادقة عليه. وضمنت لجنة في تقريرها الختامي نص الرأي المقدم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحيثيته. هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح الذي تقدم به قبل أيام 34 نائبا من مختلف الكتل. مع افتتاح موسم البذر، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي سلطة الإشراف، دعاها إلى التسريع بوضع مخزون استراتيجي من البذور الممتازة والبذور العادية والأسمدة على ذمة الفلاحين، وحث الاتحاد الفلاحين على التعجيل بتقديم مطالبهم للبنوك المعنية للحصول على قروض لتمويل موسم الزراعات الكبرى. احنا في افتتاح موسم البذر، الحمد لله ربي اعطانا بالمطر، يعني ان شاء الله البوادر طيبه تبشر كل خير. بالنسبه للبذور والاسمده، احنا حاجياتنا ضبطناها وفقت لنا اللجنه الوطنيه الحاجيات ولايه الكيف. تم وضع في حدود 1000 قنطار الاسبوع الفارط من القمح الصلب. لدينا احنا سلطه الاشراف خاصه باش يكون يحطوا على ذمه الفلاح مخزون استراتيجي من البذور الممتازه ومن الاسمده ومن البذور العاديه، باش الفلاح وقت اللي يكون متهيئ باش يزرع يمشي يجيب، باش نبعدوا على الاكتظاظ هذاك ونزرع في وقتها. بالنسبه للتمويل، هو البنك الفلاحي والبنك التضامن تو يقبل في المطالب باش يمولوا الفلاحه، خاصه الفلاح اللي ما عندهمش اشكاليه في المديونيه. طلبنا سلطه الاشراف باش يسرعوا بالامر المتعلق بالمناطق المجاحه وصندوق الجوائح الطبيعيه، باش الفلاح اللي عنده مديونيه ما ينجمش يخلص يمشي جدول الديون نتاعه واللي منخرط في الصندوق باش يتم صرف مستحقاته باش ينجم يشتري زرعاته على بكري. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تسقيف سعر بيع البطاطا المعدل للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكيلوغرام الواحد، ويأتي هذا القرار في خطوة من الوزارة لإيقاف زيادة أسعار هذه المادة الأساسية التي ارتفعت بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، ليتراوح سعر بيعها بين 2300 و2600 مليم للكيلوغرام الواحد. ونبهت وزارة التجارة إلى أن كل مخالفة لأحكام قرار تسقيف سعر مادة البطاطا تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. صرح رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الهادي بكور بأنه سيتم اليوم عقد جلسة صلحية بين الغرفة النقابية للمساحات الكبرى والجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص التحركات الاحتجاجية التي اتخذتها الجامعة العامة. عن جلسة صلحية في تفاقدية الشغل بين الغرفة بتاع المساحات التجارية وبين الجامعة النقابية للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، وإن شاء الله نوصل الحل عشية في المداولات اللي مش تصير بيناتنا. وقد كان من المقرر أن ينفذ أعوان المساحات التجارية إضرابا عن العمل يوم السبت المقبل على خلفية رفض منظمة الأعراف إمضاء مشروع الاتفاقية القطاعية المشتركة الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى.
نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالشراكة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الانطلاق الرسمي لمشروع بروسول ألاك الاقتصادي الموجه للعائلات متوسطة الدخل، وهو مشروع خاص بالإنتاج الذاتي للكهرباء بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية الفولتاضوئية المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض والموجهة للعائلات متوسطة الدخل، والذي يتراوح استهلاكها السنوي من الكهرباء بين 1200 و1800 كيلووات في الساعة. ويرتكز البرنامج على وضع منظومة تمويلية تعتمد على إسناد منحة من قبل صندوق الانتقال الطاقي وقدرها 1500 دينار للمحطة الواحدة، مع قرض بنكي بنسبة فائدة منخفضة إلى 3% يتم استخلاصها من خلال اقتطاعها عبر فاتورة الكهرباء على مدى 10 سنوات. في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في المجال الثقافي، تم أمس إطلاق مشروع موك قرطاج، وهو منصة رقمية أنجزتها الشركة الناشئة إستورير بهدف التعريف بالموقع الأثري بقرطاج والمعالم التاريخية التونسية بطريقة مبسطة من خلال العصرين البونيقي والروماني، حيث سيتمكن الأفراد من التنقل افتراضيا لهاتين المرحلتين التاريخيتين. كما تحتوي المنصة على ركن تدريبي مجاني موجه للأطفال الذين تتراوح أعمال بين 8 سنوات و12 سنة، وفق ما صرحت به ممثلة الشركة هدى بكير. وفي الإطار ذاته ينتظم حاليا بالمتحف الوطني بباردو وإلى غاية 12 من جنف المقبل معرض سلامبو من فلوبر إلى قرطاج. ذكرت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس مساء أمس أن النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد المنذر الزنيدي، كما تم إدراجه بالتفتيش. وأضافت قداس في بلاغ تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الإذن بالبحث تم تبعا لما تم رصده من قيام محمد منذر الزنيدي الوزير الأسبق بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة قالت إنها تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي، تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وغيرها من الجرائم التي قالت إن البحث قد يكشف عنها، مضيفة أن الأبحاث لا تزال جارية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. أهلا بكم من جديد. في أخبار العالم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة 280 هدفا لحزب الله، مشيرا إلى أن قواته تستعد لتنفيذ مناورات برية من بينها منصات صواريخ استخدمت لقصف صفد ونهرية. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 72 شخصا وإصابة 354 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية، مع تزايد موجة النزوح من عدة مناطق في لبنان. وفي غضون ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال اجتماع لمجلس الأمن لبحث التطورات في لبنان، أكد أن عدد الشهداء المدنيين في ارتفاع والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى. ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الحلفاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وأفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن وقف إطلاق النار سيسري على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، وهو خط ترسيم الحدود بين البلدين، وسيسمح للطرفين بالتفاوض للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع. ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك اليوم ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الجمعة.
السابعة صباحا وعشر دقائق بتوقيت تونس، التاسعة صباحا وعشر دقائق بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألفة بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. لجنة التشريع العام تصادق على مبادرة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، ومجلس نواب الشعب يعقد غدا الجمعة جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في هذا المقترح. وزارة التجارة تحدد سعر بيع البطاطا للعموم ب 1900 مليم للكيلوغرام الواحد. الكيان الصهيوني واصل تصعيد عملياته العسكرية في لبنان، وواشنطن وباريس وعدد من حلفائهما يقترحون وقفا فوريا لإطلاق النار لثلاثة أسابيع. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء. كيفاش نحمي رواحنا من الفيك نيوز؟